أقامت سفارة مملكة البحرين في مسقط حفلا بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وإحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى انضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم. وقد ألقى سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان كلمة رحب فيها بالحضور، وأشاد بكل فخر واعتزاز بما حققته مملكة البحرين من إنجازات رائدة في مختلف المجالات التنموية والثقافية والاقتصادية والتجارية، منوها بمتانة العلاقات التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة، وما تتسم به من تميز وتقدم مستمرين على كافة الأصعدة. وتضمن الحفل فقرات متنوعة، منها عرض فيلم وثائقي عن البحرين وأغاني وطنية تبرز التراث البحريني الأصيل وقصائد شعرية، كما أهدى سعادة السفير هدية تذكارية لراعي الحفل، ومن ثم تم تكريم الصحفيين والإعلاميين والشركات الراعية لهذا الحفل. يشرفني أن أرفع إلى حضرة صاحب الجلالة عهد البلاد المفدى حفظ الله ورعاه، وإلى صاحب السمو رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبركات. نحن نشعر بالفخر واعتزاز على ما حققته مملكة البحرين من إنجازات رائدة في مختلف المجالات، ومن أهمها تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وأيضا في مجال التنمية البشرية، وفي مجال ريادة الأعمال، وأيضا في مجال التسامح والتعايش، وفي تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين. طبعا هذه الإنجازات يعني تؤكد يعني مسيرة التقدم والازدهار في مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظ الله ورعاه. طبعا العلاقات البحرين العمانية علاقات تاريخية منذ القدم، وتعتبر نموذجا راسخا في الذي يستند على ما يربط الشعبين الشقيقين من أواصر المحبة وصلة القرابة، ونحن نتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً. أتقدم بأسماء آيات التهاني والتبركات إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر، وإلى سمو ولي العهد الأمين بمناسبة العيد الوطني المجيد، وتولي حضرة صاحب الجلالة مقاليد الحكم